بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم شفاعتك لينا يا سيدنا النبي هتخلينا نسكن الجنة ونعيش في القصور. يوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في مزرعة المعلم أحمد، هيعرفنا النهارده على اسعار الجمال المغاربه والرشايده والبلدي. ازيك يا معلم احمد؟ ازيك يا عم عبد؟ اخبار معاك ايه؟ الحمد لله والله. عرف المشاهدين كده بحضرتك كده الاول كده وبالعرض الموجود كده ان شاء الله. بص يا عم عبد، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. مزرعه الشويحي، عرب الصوالحه، شيبين الجناطر، محافظه الجليوبيه. اللهم صل على النبي. تمام؟ ان شاء الله باذن الله عندنا اسعار النهارده من تحت. رقم التليفون؟ رقم التليفون 010 18 18 18 18 22 22 72 72. عندنا مغاربه وعندنا بلدي وعندنا سوداني وعندنا اللي نفسك فيه. اللهم صل على النبي. نبدا كده بالعرض، اول عرض المغاربه. كل اللي يشوف الملط تبدا يا جماعه يصلي على النبي، اهم حاجه الصلاه على النبي والله. بص يا عم عبد، دول اربعه حبل واحد اهو. اربعه حبل واحد، العماره دي يا معلم احمد. باين بالصلاه على النبي. اتفرج. واحد واحد اهو. العمار قد ايه كده؟ العمار من 8 شهور لسنه، سنه وشهرين. من 8 ل 14 شهر. اللهم صل على النبي. لف كده. انضف سلالات جمال المغاربه. اللهم صل على النبي. اللي عاوز يقني، انا عايز الوش السمح ده يربط واحد فاهم. صلى على النبي عم عبد عليه الصلاه والسلام. البهايم دي مش اي حد يحجها، البهايم دي بالكيلو بتنباع بالجرام، الكيلو فيهم بفلوس. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وهنقول لك سعرهم برضو دلوقتي، خلينا في اخر الفيديو. الاربعه دوم؟ الاربعه دلوقتي هقول لك سعرهم، ومعايا برضو اربعه تانيين اللي هناك دوم. اه بص يا عم عبد، طب نفرج كده المشاهدين عليهم وبعدين نقول على اسعارهم بعدين. بسم الله ما شاء الله. نفس برضو الاعمار؟ اه نفس الاعمار، يعني زيدوا عنهم اشهر شهر بتاع. اللهم صل على النبي. طلع عم عبد اتفرج عليه، وري المشاهد اهو اهو سجد شعره اهو. اللهم صل على النبي على الاكل والشرب. السلام. اللي ما ياكلش بتاعنا لو هو بص راح مطروح بتاعنا. بص يا عم عبد، التفاح الامريكاني، تفاح اهو. بسم الله ما شاء الله. واسعارهم صلى على النبي عم عبد عليه الصلاه والسلام. خلينا ناخد العرض اللي جوه، والمغاربه دولت هناخد برضو فيديو تاني عليهم وهقول لك سعرهم. خلاص ماشي، سعرهم في نهايه الفيديو. بص يا عم عبده، معانا اتنين دوم، اتنين سوداني. سوداني ده رجله فيها حاجه ولا ايه؟ اه ده مخبوط في رجله. مخبوط في رجله؟ اه يعني الجمل ده مخبوط في رجله. ده عم عبده مخبوط في رجله اهيت، ومعمول له كراج ولا كسر ولا ما فيهاش اي حاجه. وري المشاهد برضه. كراج يعني سهل ان هو يتعالج. لا سهل جدا يا عم، واحنا بنعالجه برضه هنا. الاثنين دمك عاملين كام بقى ان شاء الله كده؟ صلى على النبي عم عبد عليه الصلاه والسلام. ب 42 ونص. ب 42 ونص ل 500 جنيه. اه. الاثنين. وده يا جماعه خراج اهو باين عليهم. ده خراج في رجله اهوت. بس اللهم صل على النبي اكيل. عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي عم عبد عليه الصلاه والسلام. كل اللي اتفرج على المال دوت صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يحمي المال لاصحابه، واحنا عندنا مال وغيرنا عنده مال. صلى على النبي عم عبد
عليه الصلاة والسلام. ادي واحد عشان ما نقصر على المشاهدين، ادي واحد اثنين ثلاثة بهايم الجاهزة دي، بهايم العلف ثلاثة هم عم عبد. لفوا لفوا ثلاثة مع بعض، حبل واحد، مع بعض حبل واحد. صلى على النبي مع بعض عليه الصلاة والسلام. من النهاية كده الأيام ديت الثلاثة دولت ب 80,000. ثلاثة ب 80,000. مش هنقول بقى ب 90 وننزل 2000 والزبون يجي، ما عندناش الكلام ده. احنا بناخد 500 حلال من أول ما ربنا خلقنا وبنشتغل في الشغلانة دي لحد النهاردة، وإن شاء الله لحد ما نتشطب خالص هناخد 500 حلال. الثلاثة دول يا عم عبده ب 80,000 بس، واللي عنده من دي وريني. العمار هنا قد ايه؟ العمار هنا سنة ونص. سنة ونص. سنة ونص سنتين. سنة ونص سنتين. واللي عايز جعود منهم هديله جعود، يعني اللي عايز واحد بس منهم هديهوله. بس ثلاثة حبل واحد، واحنا بنقول على حقهم حبل واحد. اللهم صل على بركة. 80,000 انا بكلمك النهارده يا عم عبد من غير عرج. يعني الجعود عليكم 500 جنيه. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. ده عمره قد ايه ان شاء الله؟ ده من سنتين لثلاث سنين. والسن؟ السن من سنتين لثلاث سنين يا عم عبد. لبنة ولا كسر؟ لبنة يا باشا. لا مفيش حاجة كسر. لبنة يا باشا وجعود فاضي اهوت، جعود المانجا. عامل كام ده ان شاء الله؟ صلى على النبي يا عم عبد. عليه الصلاة والسلام. ب 28 ونص. ب 28,500 جنيه. تمام؟ دي نقطة كسرة ستة يا عم عبد. دي نقطة كسرة ستة. اللهم صل على النبي. نتاية دي. نتاية. ذبح برضه. للذبيح. مفيش فيها عشر. فاضية. واللي يستلم نستلم سونار برضه. اللي يشتري قبل ما يمشي هجيب له الدكتور يعمل له سونار عليها. عاملة كام دي إن شاء الله؟ ديت يا عم عبده ب 30,000 ونص بس. ب 30,500 جنيه. 31 ولا 32؟ لا ب 30 ونص بس. 30,500 جنيه. 30,500. صور يا عم عبده ووري المشاهد برضه وبراحة راحته. دي ولدت قبل كده يا معلم أحمد؟ ولدت ولدت. وهي فاضية حاليا؟ هي حاليا فاضية. ولدت مرة ولا مرتين. بسم الله ما شاء الله ماشي. خش على دوم مع بعض ولا كل واحد؟ الاثنين مع بعض. مع بعض الاثنين مع بعض. كل اللي يشوف المال الطاب ده يا جماعه يصلي على النبي، اهم حاجه الصلاه على النبي. فرج يا عم عبد، فرج فرج المشاهد، فرج على الصنعه، فرج عم عبده. بهايم الله الوكيل لسه جايه ولا كلت ولا شربت. بهايم لسه هتجيب عبها. بص يا عم عبده خشانه. بص ورا المشاهد اهو. اللهم صل على النبي ما تجيبش اخره. يا عم عبده اهو ما تجيبش اخره. انت عارف يا عم عبده بكم؟ والله ما تصدق يا عم عبد. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ب 62,000 بس. الاثنين دمك؟ الاثنين دولت ب 62,000. والسن لبنها يا جماعه؟ لبن ولا سن؟ لبنها. بقى لسه ما كلتش يا عم عبده. لسه جاي من السوق. لسه ما كلتش. بسم الله ما شاء الله. اتفرج يا عم عبده. اتفرج على الصنعه. بسم الله ما شاء الله. كل اللي يشوف المال الطار ده يا جماعه يصلي على النبي، اهم حاجه الصلاه على النبي. الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. صلاه على النبي يا مكسبي. الهداوه ايه؟ الهداوه والخشانه. اللهم صل على النبي. بهايم تكسب. بهايم شهر واحد تكسب. احنا ما بنغشش حد يا عم عبد. وعينك توريك برضه. لبانه برضه يا جماعه. اخوها يا عم عبد برضه
الهداوه. العمر هنا قد ايه؟ العمر هنا بقى 4 سنين. 4 سنين هنا. وهنا برضو من 3 لـ 4. الاثنين دول. طب هدومك بكام بقى ان شاء الله؟ صلى على النبي يا عم عبد. عليه الصلاه والسلام. انا عايز كل اللي تابعنا وكل مشاهدينا تصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. عشان السعر النهارده مفاجئ. ان نزل الدنيا كلها لو نزلت الجمعه الجايه مش هتجيب الاسعار دي. صلى على النبي يا عم عبد. عليه الصلاه والسلام. ب 65,000 بس. ب 65,000 جنيه. بس. الله الوكيل لو عند اي حد تاني ب 75. لفوا كده الثاني لف. اللهم صل وبارك. فاهم لسه مستغربه الرشمه ومستغربه الراس لسه مترسله جايه من السودان على هنا. فاهم العلف دي. معانا بقى الجمالين دول. دول بلدي يا عم قاعدين بلدي يا عم عبد. صل على النبي. بلدي بقى ملوش دعوه بالسوداني وملوش دعوه بالمغربي. دول جايين من عند فلاح. دول جايين من زريبه من عند فلاح اهو. بسم الله. سنهم ايه؟ صل على النبي يا عم عبد. عليه الصلاه والسلام. ده 3 سنين. 3 سنين. لبانه. ودي 3 ونص. 3 ونص. بسم الله ما شاء الله. 3 سنين و3 ونص. باين بسم الله ما شاء الله تفلح برضه. ها يا جماعه كل حاجه امام حضراتكم على الطبيعه. وربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. نصيب اي اكل بياكلوه. عاملين كام يا معلم؟ صلى على النبي يا عم عبد. عليه الصلاه والسلام. احنا قلنا اللي جوه دول عاملين 65. اللي جوه دول عاملين 65. دلوقتي عاملين 64. 64 29 و34. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. كل اللي يشوف المال الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي. صحصحوا كده معانا. طيب يا باشا. خش على المغاربه كده. يلا. صلى على النبي. اخر حاجه في العرض. اللهم صل على النبي. دول 4 حبل 1. اللي عايز منهم واحد اديله اهو. اللي عايز منهم جعود. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ده عم عبده بنقس عليه مال. المال ده يا انضف جمال معروفه يا جمال المغاربه. جمال. كام يا معلم بقى على الصلاه والسلام؟ بقول لك ايه، مش هنقول 105 ولا 100. صلى على النبي يا عم عبد. عليه الصلاه والسلام. ب 97 بس. الاربعه دمك ب 97,000. 97 بس. همك يا جماعه. يا اللي لسه ما ربطتش تعالى اربط. يا اللي عايز يرزق يجي يرزق يا عم عبده. بسم الله ما شاء الله. ب 97؟ ب 97 بس الاربعه في قلب بعضهم. اللهم صل على النبي، في قلب بعض. ولو عايز واحد هديله واحد. نخش كده على بيت العرض كده. الاثنين دول جايين برضه حبل واحد عم عبد. جايين مع بعض. بكام يا زعيم الاثنين دول؟ صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. ب 50,000 بس. الاثنين ضمك ب 50,000. مع بعض. حبل واحد. حبل واحد. همك يا جماعه. تبقى كل حاجه باينه امام حضراتكم على الطبيعه وربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. وري 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 الناس الحبايه. المانجا. المادة يا ابو. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. طب ودم. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. تعالى هنا بقى للجد. والجد ما فيش أحسن منه. صل على النبي يا عم عبد. عليه الصلاة والسلام. ممكن نقول 60. طب 58. أسعار بما يرضي الله. طب صل على النبي يا عم عبد. عليه الصلاة والسلام. ب 53 بس. ب 53 بس. اللي عايز جعود هديله، اللي عايز اثنين هديله، اللي عايز المزرعه كلها هديها له. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. دولت اكبر اثنين في المغاربه يا عم عبد. اكبر اثنين في المغرب. اكبر جعودين هنا. حابب تضيف اي حاجه للمشاهدين؟
احنا بس عايزين مشاهدينا تمام يكون مبسوطة بالعرض ده تمام، واللي يتفرج يصلي على النبي بس عليه الصلاة والسلام. احنا مش عايزين اكتر من صلاة النبي، عشان صلاة النبي بتفدي حاجات كتير جوي. بس يا عم عبد، العنوان؟ العنوان عرب الصوالحة، مركز شبين الجناطر، محافظة الجليوبية. رقم التليفون؟ رقم التليفون 010-18-18-28-72. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء القادم.